السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم بدون اطاله نتكلموا على قائمه للمنتخب المغربي اللي دارها وحيد حليل الزيتش المدرب الوطني السابق. القائمه هذه تضم 26 لاعب مغربي. انا علاش ركزت على المغرب؟ ركزت على اول شيء على نقطتين اساسيتين. اول شيء القائمه اللي دارها وحيد حليل الزيتش فيها لاعب بيناسيونو مغربي جابوه جديد اسمه كيفين مالكوي. لاعب هذا يلعب في نادي نابولي، مدافع ايمن مع فوزي غلام. يعني انا نعرفه باللي فوزي نقشع بعد كاس افريقيا يتعهد انه رايح يجيب كل المواهب اللي موجوده في اوروبا المغربيه في اوروبا، سواء كانت عندها اب جزائري ولا ام جزائريه ولا ما هم مش مخلي حتى لعب، ولا عنده مغربية أم والأب من جنسية أخرى من ألمانية ولا إيطالية ولا العكس صحيح. فوزي رقجع اعتهد أنه يجيب أي موهبة في أوروبا، المهم خدمة المنتخب المغربي ولا خدمة دولة المغرب ولا المملكة المغربية. القائمة تضم تقريبا كامل محترفين، كامل محترفين، فيها الحارس من إشبيليا ياسين بونو من إشبيليا، منير المحمدي مالاغا حارس، كاين حارس آخر من الرجاء هشام، أنس زنيتي، هشام المجهد مجهد اتحاد طنجة. أما الباقي اللاعبين أيضا من أوروبا، كاين يلعب في ستاد رامس، كاين في ولفرهامبتون، كاين مالتيا سبور تركي، كاين نابولي الايطالي هذا قلنا عليه كيفين مالكوين من بعد نطرقوا عليه، كاين جنوا، كاين بيتيس، كاين بوروسيا دورتموند اشرف حكيمي، كاين اجاكس، كاين ديجون فيرنسي، ستاندر دولياج، هيلاس فيرونا، ساسولو، غرونغن الهولندي، خيطافي، بنفيكا، انجي الفرنسي، كاين اللي في الخليج. هذا اللي في الخليج لعبوا في اوروبا ولعبوا في المستوى العالي، ماهمش راحوا عايشوا بقاو عايشين في الخليج وسكنوا وبقاو ساكنين في الخليج، يعني لعبوا في المستوى العالي ومن بعد راحوا للخليج. هذه باش تكونوا متفاهمين. النصر السعودي مرابط، نور الدين مرابط، كاين الوداد الرياضي، كاين اسماعيل الحداد، كاين لوغانيس الاسباني، يوسف النصيري، كاين امين حارث شالك الالماني، كاين الكامار ازاد الكامار الهولندي، وكاين حكيم زياش اجاكس امستردام الهولندي. 26 لاعب فيهم الحارس المرمى من الرجاء واتحاد طنجة زوج، وفيهم لاعب اخر من الوداد الرياضي، يعني ثلاث لاعبين محليين. هذه قائمة المنتخب الوطني. أول حاجة نتكلم عليها على كيفين مالكوي. هذا كيفين مالكوي هو الجدة نتاعو، الله أعلم حسب المعلومات اللي عندنا، الجدة نتاعو مغربية، الجدة نتاعو مغربية، دار المستحيل وعندهم عام وهما يكونتاكسيو فيه ويحاولوا كيفاش كيما نقولوا حنا يوجدوا الوثائق نتاعو، لأنه عنده غير ريحة مغربي، جداته مغربية، داروا المستحيل وجدوا الملف نتاعو. اتحادية، هذا اسمها اتحادية، وجدوا الملف تاعو الآن استدعاه في المنتخب الوطني، استدعاه وحيد حالي يوزيتش. الشيء الآخر هذا كيفين مالكوي. الشيء الآخر أنه احنا نعرفوا باللي فوزي لقجع تابع لنهضة بركان، بصح ولا لاعب في نهضة بركان سواء من المنتخبات الشبانية إلى المنتخب الأول، ما تسقسلنيش كيفاش، هاو كاين المغاربة خوتنا زيدو يأكدوا لنا. فوزي لقجع تابع لنهضة بركان، نادي نهضة بركان، بصح نادي نهضة بركان ما كانش لا في المنتخب الاول لا في الاول اواسط في الاشبال، المفروض ما حقوش. حنا عندنا قانون في الجزائر، تكون تابع للاكيب لازم اللاعبين تاعو يكونوا كلهم لا ماسيا تاعك. حنا عندنا تاوعنا يعني فون بارادو لا ماسيا، رئيس فريق بارادو من الكاس حتى للأ بارادو، سواء يلعبوا ما يلعبوش، مستوى هابط مش هابط لازم يلعبوا، لازم اوفيسيال. هاو نقجع على نهضة بركان، يعني هذا تغليب المصلحة العامة وخدمة الوطن، والاخر تغليب المصلحة الشخصية، بارادو فوق الجميع. ها
وينهم اللي يقولوا احنا حريه الراي ونعبروا احنا ما خاف من حتى واحد و... هتكلموا الصحافه هتكلموا نعبروا قولوا كلمه حق ولو خطره في حياتكم قولوا كلمه حق ولو مره في حياتكم واحد تابع نهضه بركان يعني تابع الفريق نادي ولا لاعب في المنتخبات الوطنيه من النادي هذاك نادي نهضه بركان واحد تابع البارادو رئيس فريق بارادو منتخبات كامل بارادو من الاكاش حتى للا ها واقصاء كل الجزائريين كل لاعب جزائري عنده مستوى مؤهلات يلعب في المنتخب الوطني فهو مقصى ها مقصى ما يلعبش ممنوع باش تلعب في المنتخب الوطني من الاكاش حتى للا لازم تعقب على لاغريمون والكاش نتاع بارادو هادرو هادرو هاي حقيقة حصل حقيقة هاي حقيقة منتخبات الوطنية أقل حاجة 7 لاعبين ببارادو ديفوا 10 خطرة اللي فات 10 لاعبين من بارادو يعني إيكيب كاملة بارادو صح ولا ما يدر في ورقلة ما يعرفوش يلعبوا بارون في ورقلة ما هم جزائريين وفي سطيف ما هم جزائريين وفي وارن ما هم جزائريين وفي قسنطينة ما هم جزائريين وفي بشار ما هم جزائريين ها جزائريين تاع بارادو برك غالب احنا قلنا لكم بالباك عندهم وطنيه ويحبوا الاعلام اما ولايات اخرى ما يحبوش الاعلام احنا نهضروا بالقوائم يا اخي نهضروا بلا ليستات كون نجيبوا لا ليستات من اللي قبضها صدش الان اقل حاجه قلتها 7 كاين 10 مرات كاين دفاع كاين 10 لاعبين من الباك من لا ماسيه احنا نهضروا الواقع اذا عادوا هذا من العشرة لما سي نيفو عالي الا ما راحوش اوروبا خطفتها من الريال والبرسا نيفوهم عالي عالي انا شفنا غانا وشفنا التبهديله والفضيحه نتاع الالعاب الاولى الافريقيه ميداليه برونزيه ما ديناهاش ميداليه برونزيه ما ديناهاش وهذه كيفاه ولا هذه صم بكم عمي تدروش توفا بيان يا توفا بيان يا رجل شكون اللي يبعثنا نصيفوا ونحوسوا ونديروا لافاك ونديروا الفاكونس ونروح نديروا السياحه وباين الحكايه اذا نرجع الموضوع انا ما مازلتش نحكي على صدش على القضيه هذه خطره علاش انت واش تنتظر من اتحاديه دير بيان العار ومنشر العار قال لكم احنا المغتربين ما نقبلوكمش وقالوها صراحه ما نقبلوش المغتربين ونكره المهاجرين هذا الزيميغري ولا ما نحبوكمش خلاص صاي وكي يجوا المغتربين قالها بن شيخ وناها وحقه في هذه نفس عرف به قال لك ولادنا وين يروحوا ولادنا وين يروحوا كي يجوا البيناسيونو هذا من المغتربين والزينيغري ولادنا وين يروحوا نفس الشيء كي يجوا المغتربين ويجوا تاع يلعبوا في صندوريا ويجوا يلعبوا في نابل كيما زدادكا هذاك لاعب كيما ذاك ممنوع في المنتخبات الوطنيه كامل زدادكا تاع نابولي ممنوع في الايديسات في الايفا في الاولمبي ممنوع ماكش جزائري زدادكا والمجموعه هذه كامل من نجوم المواهب والعروسي وكذا ممنوعين بالمنتخبات الوطن ممنوعين كيف كي يجوا هذ من اللاعبين وتاع بارادو وين يروحوا كي يجوا هذ من اللاعبين هذوما تاع لي بيناسيونو هذوما وبارادو وين يروحوا اللاعبين تاعهم هذا هو المصلحه الخاصه الفرق بين لقجع واتحاديتنا اتحادية لقجع تخدم المصلحة العامة واتحاديتنا احنا تاع بارادو تخدم المصلحة الخاصة أمور واضحة أنا الآن دركا رايح نتكلم كلام موجه لجمال بالماضي زاتشي خلاص زاتشي درت صاي زاتشي يخدم مصلحة بارادو النادي تاعو قد قد بيع طلع الانترناسيونال بيع طلع بيع طلع بيع أهدر الخطاب بالماضي بالماضي إلا حاب تكون منتخب اللي تعتمد عليه على 5 سنين الجاية تكون منتخب قوي منتخب تنافسي منتخب اللي عنده هيبة في إفريقيا وفي العالم ومنتخب اللي يلعب كأس العالم كلامي واضح عاود راجع حساباتك وما يغرك حتى واحد ني زرشي ني زيدني عمر نهار اللي تكون في نتائج سيئة وتكون في مرحلة صعبة وواحد ما ينفعك بل بالعكس هذا زرشي اللي قلت تدافع عليه في الندوة الصحفية جي النهار ويدور عليك
والأيام بينما. إذن راجع حساباتك. المستوى العالي يتطلب لاعبين تكوين مستوى عالي. الناس تجيب في لاعبين يلعبوا في أوروبا وحنا نهبطوا في المستوى ونجيبوا جماعة الخليج، مع احترامي لكل اللاعبين. المستوى العالي ما فيش الخليج، ما فيش أمة رحميني، ما فيش أمة أرحميني. المستوى العالي أوروبا والحديث قياس. فالأخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.